حبيبي شوفك النهارده الاستاذ عماد. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. بص يا استاذ عماد واستاذه مديحه. استاذه مديحه شكلها هيطلع منها حاجات كتير قوي يا جماعه. ما بلاش هاجر. طيب تعالي يا هاجر. نعم. تعالي بس عشان وش الاستاذ عماد. تعالي اتفضلي. بصي هو عرقان قوي. عايزكم تركزوا كويس في استاذه مديحه. اهلا بيك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا الاخبار زي الفل مبروك المليون مقدما ربنا يخليكي ممكن تنزلي تحت شويه بس لا اوطي كده كويس ممكن هو مش محتاج بودره ولا الكلام ده هو ابيض ابيض هو ابيض طبيعي يا مدام هي بتظبط بس العرق هي بتظبط العرق بس يا مدام عشان العرق انت في شويه معلش بس هو مش محتاج كل ده حضرتك اللي تقولي المخرج حضرتك اللي تقولي خالص هي غيره شويه بس هي غيره شويه لا غيره بقى كنت بتاع في البيت هو يعملها يعني مش لا حضرتك صعبه حضرتك يعني شغل ايه بقول لك ايه بقول لك ايه اوكي بس خلصت شغلك بسرعه لو سمحت كملي بس كملي يا اختي عدل على الجميل الله عليك يا هاجر الله عليك يا هاجر هاجر حبيب قلبي والنعمه خلاص 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 اطلعوا علشان ندخل الدخله بتاعتنا ايوه ماشي معانا يلا ماشي تعالوا نشوف المتسابق اللي معانا النهارده هيكسب ولا هيكذب مع استاذ عماد محمد ازيك حضرتك الحمد لله انا سامح حضرتك انا سامح مدام مدام انا سامح حضرتك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك حضرتك شغال ايه انا شغال موظف شغال موظف تمام طيب نخرج فاصل ونرجع بعد شويه في برنامج ما تكذب محاسب موظف فين بقى انا محاسب في شركه محاسب في شركه يلا يا جماعه ندخل حاجه بسرعه اهلا بيك اهلا بيك عايزين حد بس يركب الجهاز للاستاذ يا جماعه معلش اتفضلي يا استاذه هاجر استاذه هاجر حاضر يا استاذه هاجر هو ما فيش غير الاستاذه هاجر لا ما فيش غير الاستاذه هاجر طب ربنا يديك الصحه ويديكي يا رب يا شيرين مش فاهمه في انت برضه بتغير يعني هو انا عملت لها حاجه طب بس انت جامده يعني انت جامده يا بابا جامده بس ايه بس انت بتسيب الكرسي ولا ايه ما تركزي شويه ممكن ايدك شويه حضرتك بس والله لو بطلتي تنبوري بعينيكي بس كل حاجه هتخلص ربطها في الكرسي من الجهاز الضغط يا ربي هو الجهاز متربط مع الكرسي اوكي خلاص يا مديحه خلاص يا مديحه خلاص بقى هي عادي بتركب الجهاز مديحه حاضر هنسكت خلاص بقى حاضر لا والله برافو عليك خلاص يا مديحه واو على الله الضغط يكون مظبوط يلا خلاص في ايه استاذه مديحه شكلها هتولع الدنيا يلا يا استاذ عامر انت عارف طبعا هنخش بالتقديمه وال والسؤال بعديه على طول اوكي تمام ان شاء الله يلا 3 2 1 اند اكشن ورجعنا لكم تاني مع المتسابق الاستاذ عماد نحب نفكره بقواعد البرنامج وهي ان انت ما تكذبش ولا كدب علشان تقدر توصل معانا للمليون جنيه انت متوصل بجهاز كشف الكذب لو كذبت اي كذبه بتبان معانا هنا تمام 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 ان شاء الله السؤال الاول بيقول عايزك تركز كده وتفتكر كويس قبل ما تجاوب على اي حاجه اوكي تمام اوكي بعد 3 سنين من جوازك ندمان على الجواز لا طبعا انا سعيد جدا في زواجتي سعيد جدا الحمد لله تفتكري لا طبعا اللي يتجوزني عمره ما يندم ايه الثقه دي يا سلام الثقه في نفسي سيبك منه هو انت متاكده من اللي انت بتقوليه طيب نعرف معانا يمكن الاجابه صح مبروك استاذ عماد كده اول 10000 جنيه الله يبارك حضرتك عايزين نمشي على كده بقى ها ان شاء الله ان شاء الله نركز ونتأنى قبل ما نجاوب اي لا ده الجهاز بتاعك هيفرقع دلوقتي اهو قال لك الجهاز هيفرقع عارف ان هو بيكذب اه تمام السؤال الثاني عندنا ب 50000 جنيه السؤال بيقول يا مساء مظهر مراتك بيحرجك قدام الناس لما بتخرج معاها لا طبعا انا بتشرف بيها في اي مكان طب انت ايه رايك في الموضوع ده هو
خد عيوني يشوفوا بيها. وبعدين ما حضرتك باين ست محترمه ولابسه كويس ومحتشمه وبتحافظ عليا يعني. تمام يعني ربنا يهدي سرك. ربنا يخليك. طب نعرف الاجابه بتاعت السؤال. الاجابه صح ومعانا كسب 50,000 جنيه. الاسئله هتبدا تصعب. ربنا يستر. طبعا بقى من 150 ل 200 ل 250 300 300 كل الكلام ده ارقام ولا هي اسئله ولا هي اي حاجه، احنا بنقول اي كلام بس كده لحد ما نوصل للسؤال اللي احنا عايزينه. اهم سؤال في الحلقه. السؤال ابو 750,000 جنيه. طبعا طبعا متاكد. وسالوه اهو. ما شفتوش بيبص على يعني وانت خارجه معاه ما بيبصش يمين ما بيبصش شمال. واحده مزه كده معديه وبص عليها. واحد يتجوزني ويبص لواحده ثانيه اصلا يعني استحاله. وانا مضو امضو مين؟ ايه ده؟ انا مضو. مين ده؟ يا رجاله مين ده؟ ايه ده؟ ساعة يا لهوي ايه اللي انت عامله ده يا ابني؟ عامل ايه؟ بتعمل ايه؟ سلام عليكم. باشا حبيبي. ازيك يا رجاله؟ ايه يا سعد؟ الجهاز بقى الجهاز. ايه يا حبيبي؟ بتصور ايه هنا؟ باللبس ده؟ برنامج اكشن. اكشن. برنامج اكشن ايه باللبس اللي انت لابسه ده؟ ولاك ولا ايه؟ انت بتتريق على لبس ولا ايه؟ يا باشا انت تحت احنا تحت. الباروكه اللي انت لابسها ديت. خلاص هتفضحني قدام الناس بقى. ايه البرنامج ده؟ شغال كده. ايه البرنامج ده؟ برنامج اسمه ما تكدبش. ما تكدبش؟ الراجل زي العسل ده عمره ما يكدب. حبيبي حبيبي. زي منين يا ابن عمك؟ حبيبي انا من فيصل. سلام لفيصل. سافر فيصل اتطور. ان شاء الله تكسب. ان شاء الله. هو ايه اللي مركبينه في ايديه ده؟ ده جهاز كشف الكذب. يعني ايه كشف الكذب؟ علشان لو كذب الجهاز. طبعا سعد دلوقتي يعني مش مصدق ان ده انتوا كده بتكذبوا وبتاع. لا طب خلينا ما نجرب والنبي ويلبس البتاع ويتسال سؤال. يعني يعني الجهاز دوت من الاخر كده زي التحاليل الدم والبول والحاجات دي. لا مش قوي كده يعني. هو من نبضات. من نبضات. مش جاب مستشفى انا استاذ سعد يعني. عادي يعني. وحياة ابوك اجربه. اجربه يلا. ما بلاش. مش انا بريك. طب استنى استنى انت بريك. يا سعد يلا يا سعد عايزين نصور والنبي. مين يا ريس؟ مين؟ استاذ محمد عادل. يا استاذ محمد. يا بيه عايزين نصور. طبعا العسل. دي اول حد ابوك بس اجرب الجهاز بتاع البول ده ربنا. طب والنبي يلا. لا طب هاجر. طب هاجر بقى يا عم. هاجر يا هاجر. هاجر مين اللي بتتكلم؟ هاجر ولا مك؟ دي جامده يا عم. اوعى يا عم. يا عم هاجر اوعى بس. يا غير اجربه اوعى بس. اهو طب مربوط في الكرسي. انا مهربتني في الكرسي. خش خش يا ريس العب. ده يعني ده اقول كل الصراحه اوكي كده يا استاذ عادل ولا ايه؟ مفيش مشاكل يا ابني. جرب سؤال كده. جرب سؤال نشوف. طيب تمام تمام. بس اديني ايه سؤال جامد. ماشي. سافة بالسرعة يا نبي كده. سافة بالسرعة. سافة بيك. سافة يا نبي. ركز الكاميرا عليا يا ابني. العب. اتجوزت كم مرة يا سعد؟ قلت لك بلاش. طب خد خد. لا اعمل لي فيها هولاك وبتاع. ولا عشان عندي مشكلة مع مراتي انا اصلا كده كده. انت جاي من انت جاي من الحرب علينا مش كده؟ يا ريس. ولا هولاك بقى ولا ارتيز ولا كده. كل البرنامج بيسألوني السؤال ده يا ريس. طب ما بلاش قلت لك بلاش. بس انت بعون الله تكسب يا حاج. ان شاء الله. بعون الله تكسب. الاسئله اللي انا بسالها دي اه تكسب بعون الله. ايوه انا قلت لك هاجر. هو ده بيقول الكلام ده بجد؟ اشتغل يا ريس. اشتغل اصلي اصلي يعني. يلا يا سعد انت كده هنصور. طب ولا مش هنصور؟ خلاص يا استاذ خلاص يا استاذ معلش احنا اسفين. يا عم ايه التناكه دي يا عم انت؟ انا جاي يا استاذ ابراهيم. استاذ عادل من فضلك. استاذ عادل. ايوه انا جاي على فكره عشان خاطر ماندو خلي بالك. تمام يا استاذ بس احنا عندنا اوردر داير لازم نصور دلوقتي ونخلص. انا جاي على فكره عندي مسلسل برضه خلي بالك. وانت مش شايف اللبس ده انا كنت بلعب يعني مراجيح يعني؟ ما انا بمثل برضه زي حضرتك. ماشي يا استاذ. طب يا استاذ سعد على الاقل بس ناخد السؤالين دول وحالك ممكن تقف. طب انا ايه رايك بقى انا اقف مع صاحبي بونتي حبيب قلبي عشان خاطر يا استاذ سعد. اقف. طب اقف هنا. لا خليك الناحيه الثانيه. خليك هنا. اقف هنا. السلام عليكم. سخير يا فندم. ان شاء الله تكسبوا باذن الله. خش يمين عشان انت كده انت يا عم يعني هبان في التلفزيون اهو بس اهو. هو بيعاملك كده ليه؟ محدش يعرفك يا سعد باللي انت عامله في نفس الدور. يا عم الصلاه على النبي. بقول لك المخرج التانيك اول ايه كده؟ لا لا ده جدع والله العظيم. يا عم شكرا يا استاذ. شكرا شكرا. يلا يا جماعه حبيبي يلا. انت طالع بدور هولاكو. السؤال اللي جاي معانا ب 250,000 جنيه. السؤال بيقول عمرك اتمنيت لحد الموت من عيلتك؟ طبعا يا سعد.
ايه اسكت سعد يا سعد والنبي يا شاول له طبعا شاول له اصلا بالعيله يا سعد مش وقت هزار يا حبيبي وسعد جاي من فيصل يا استاذ يعني جنب شبرا وان شاء الله يكسب ايوه ويكسب قد ايه البرنامج مليون جنيه مليون جنيه مليون مليون ايه مليون جنيه لو في سته كده علينا عشان نكسب مليون جنيه عشان الاطفال نعمل مسابقه للاطفال يلا يلا معايا ده مالي مشاكل انت مع العيله كده عامل مشاكل مع العيله ماشي حاضر يلا يا ريس معلش يا ريس هنعيد السؤالين اتفضل يلا يا استاذ انا كده باين يا استاذ ولا مش باين لا يا استاذ تعالى يمين شويه الحمد لله انا مش باين الحمد لله يلا يمين بس سن اهو يا استاذ يمين اهو اوكي عايزين نخلص بقى السؤال اللي جاي معانا يستكل لا ما تلاقيش يا فندم يا سعد يا سعد ارجوك عايزين نخلص معلش عشان خاطر يلا ابو سعد يلا بعون الله تبقى مليونير النهارده باذن الله ابوس ايدك ده اول برنامج اعمله في حياتي يلا انا واقف معاك وحياه ربنا يطلع احسن برنامج طيب ماشي وحضرتك هتكسب النهارده الفلوس اللي بيقولوا عليها دي كله بدعائك بردك ان شاء طيب. الله ان شاء الله يلا اتفضل السؤال اللي معانا السؤال اللي معانا بيقول عمر حضرتك اتمنيت الموت لحد من عيلتك يا ساتر يا رب الموت ليه كده ده عشان تورث عشان تعمل حاجه إيه عشان لا ترتاح لا عشان لا تعمل لا حاجات تانية لا يا استاذ محمد ده لو واحد ما حدش يعرفه ما يتمنوش الموت يعني يعني لو واحد ما عرفوش ما يتمنوش الموت يعني اي حد خالص لا طبعا لا 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 خالص لا طبعا ما دي بالذات بقى الجهاز مش هيزمر طيب جامد طيب نشوف معانا طيب الجهاز هيقول ايه طيب إجابة صحيحة وحضرتك كسبت معايا التيل اب ادي التيل اب ادي ادي كسبنا قد ايه كده اقعد اقعد استكاني اتخضيتي والنبي اتخضيتي انا كنت فاكرك يعني من النوع اللي ما بيتخضش يعني من النوع اللي بيخض قولي لا تبقى مليونيره النهارده والله يا حبيبي خد المليون جنيه وسبع عمري عشان ربنا يعينك انت تسيبيني انت تسيبيني مليون جنيه اه والله دي شيك روح ده 600 جنيه مش خساره والله يا سعد الخالق ناطي امي يلا استكمل طب خلاص نقسمهم ما بيننا يا سعد ان شاء الله نكسب يلا يا سعد يلا بس طب بعد اذنك عشان خلاص يا سعد خلاص بس عشان نقفل الحلقه معلش بس ايه عشان عندنا ايه عشان ما يوقفوش كل شويه استوب معلش اتفضل حضرتك تمام يلا يا استاذ خش على السؤال اللي بعده الجمهور نايم يا استاذ عزيز يسخن حاله كده يلا ايه اللي بيكتب ايوه كده ايوه كده نايمين يا رب السؤال بيقول يا رب يا رب اكرمنا بيها يا رب يا رب يا حلو عمرك خنت مراتك عمرك خنت مراتك يا عم ده صراحه بص انا اسف يعني خلي بالك خلي بالك عشان احنا عندنا فريق اعداد قوي طب اوكي ماشي ماشي قبل ما تجاوب فكر كويس لا انا حضرتك بتسال واضح وصريح اصلا مستحيل التفكير فيه ايوه طبعا انا مجرد التفكير ده خط احمر مستحيل التفكير فيه اه طبعا ايوه انا قلت لك اصلا اللي اتجوزني عمره ما يخوني وهو الكسبان فازاي تسال السؤال ده ايوه طبعا اموت واعرف انت متاكده منين يعني نفسي افهم انت التاكد ده جاي لك منين بس حلاوتك يا ام حسن سافر لام حسن يا ابنك اسمه ايه اسمه طب استاذ عادل وبعدين احمد ان شاء الله ربنا هتكسب احنا دلوقتي اول متسابق يوصل معانا للرقم ده تمام فارجوك جاوب بصراحه علشان احنا الحلقه دي اللي احنا هنبيع بيها بص يا استاذ محمد حضرتك انا الشركه جنب البيت يعني انا بخلص شغل يعني اولا انا عمري ما اقدر اعمل حاجه يعني زي كده من الشغل للبيت زي المثل اللي بيقولوه يعني من الكباري للبيت لا 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 طبعا انا واصل الشغل للبيت ان شاء الله تكسوي اذنك وانا بمشي ورا برضك براقبه لا انا عمري ما خنت مراتي الحمد لله لا ما ضيع ليه طب يا استاذ محمد انا بجاوب صح يعني والجهاز هيقول لك دلوقتي طب يلا يلا طب ممكن نعرف اجابه السؤال معانا يا استاذ عادل سيبهم يا رب يا رب يا رب الاجابه كذاب ازاي ده لا 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 كذاب ايه يا استاذ محمد لا مش هينفع انت قلت لك الجهاز وايه لا لا ليه يعني لا طبعا مش هينفع احنا عندنا كل حاجه بالاثبات كل حاجه ما تقوليش اثبات اصل ده انت كده بتتكلم كل حاجه عندنا بالاثبات يا باشا انت كده مكتبه الاسره بتتكلم في ايه يعني ممكن يا استاذ عادل ننزل بالاثبات حول الله يا رب يا حول الله يا رب ادي الثقه بقى ايه ده ايه ده ايه عريس وعروسه ايه ده
حضرتك قلت لك الجواب لا 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 حضرتك الصوره دي اكيد من فابريكا. انا عمري ما اصدق في الحاجات دي خالص. الكلام اللي انت بتقوليه ده محمد. لا عمري ما اصدق في الحاجات دي خالص. الجهاز اصلا مش يعني مش هينفع الكلام ده. الجهاز بقى دلوقتي لا مش هينفع. لا 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 صور ودلائل. لا لا ما ينفعش. انت فابريكا. لا لا بصي 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 فابريك صور. طب وايه وقسمت الجواز ايه دي؟ لا برضه نفس الموضوع. اهو سكت يا اصغر عارف سكت حضرتك. لا حضرتك اهو. لا انت ما تصدقيش الكلام ده طبعا يعني. بس انت بتعيط. لا 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 ثواني بس ثواني. انت بتعيط ليه؟ ثواني بس يا استاذ سعد الله يبارك لك. لا 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 انت بتعيط ليه؟ لا 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 خلاص بس الموضوع اسهل. استنى حضرتك الموضوع ازاي يعني ان انا بقى واثقه فيه واقول لك اللي اتجوزني هو اللي كسبان وحكايه الخيانه دي؟ اي راجل في العالم ولا راجل ولا ست ملهاش علاقه. الجواز مصلحه على فكره شكلها اجنبي اجنبي يا حبيب قلبي. لا بس استاذ الله يبارك لك يعني انا مش هينفع الكلام ده. لا 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 مش هينفع. ايه اللي ما ينفعش؟ هم مركبين وهم مركبين مش هينفع. انا شكيت ان هم مركبين اه في الصور لكن قسمت الجواز كمان استحاله والبصمه ولا ايه ده؟ ايه ده؟ الناس واحده بتزرغط ايه ده يا وحاجات ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ طب بالراحه بس مش هينفع. اكدب عيني كدبت عيني في الصور كمان قسمت الجواز مش هينفع يا مديحه الكلام ده ازاي ده؟ طب بس قدام الناس طيب مش هينفع ازاي يا فندم غني؟ انا ما خدجيش ازاي؟ خلاص 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 يعني هجيب لي اكتر من الجواز ده؟ هم مفبركين إيه هم مفبركين ومكدبين ايه ده؟ بس مفبركين إيه إيه لا 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 البرنامج ده لا انت جبت الكلام ده منين مش هينفع؟ الكلام ده عندنا موجود لا مش هينفع الجواز موجود. طب ايه تكون طالق انت كنت متجوز ولا مش متجوز؟ لا مش متجوز. انت برضه بتبجع بقول لك تكون طالق. بيقول لك تكون طالق. بقول لك تكون طالق يا استاذ سعد الله يبارك لك. بقول لك تكون طالق. متجوز ولا مش متجوز؟ ايه مش متجوز يعني يا ريس ده اول برنامج للراجل. عيب يا ريس تعب. يا جماعه يا جماعه احلى عيب. عيال مش هينفع الكلام ده. لا يعني منك عيال متجوز ولا مش متجوز؟ لا لا يا استاذ سعد الله يبارك لك. ما تطلعوش يا استاذ سعد ما تطلعوش ما تبصوش البرنامج مش هينفع كده. ما تصدقش يا مديحه. لا 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 صورته والناس اللي متجوزين يا مديحه هو راجل مش انت عارفه. لا 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 هو راجل مش تمام انت عارفه. احلف بالمصحف. ايه يا عم انت في ايه؟ هتبص يا عم الله يبارك لك. انت متجوز اسكت بس خلاص متجوز يا استاذ سعد. باين باين على وشه كمل البرنامج بقى خلاص. انت خلاص اكتشفت. بص انا بص باين عليهم باين عليهم. معلش معلش حضرتك ايه ايه ده ايه ده فين ايه ده انت واقف كده؟ خلاص كده بس 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 عمال يقول لي هيمسك ايده كمان. في ايه انت؟ صدقني الكلام ده اختي. انا مسكت ايديك صدقني. ماشي ما انا عارفه بس فين بقى الرجوله؟ ما هو سامح ان هو اتجوز. هنتكلم في البيت هنتكلم في البيت هنتكلم في البيت عشان خلاص خلاص هو بقى في بيت وخربت البيت. بيت ايه ده؟ خلاص بقى عشان خلاص بيت ايه ده؟ بس ما تكلمش انت بقى اسكت اسكت. ده بيت يا ريس حلتها الموضوع. قول لها تكسب المليون جنيه ولا تاخديهم كلهم يا عم؟ مليون جنيه بس يا عم سعد انت يا عم في بس الله يبارك لك. الله يخليك انا بحترمك. ما كنتش هينفع كده. بارك لك يا ريس بارك لك يا ريس. يعني انت عايز تطلع الراجل ده كداب يعني ولا بوظ البرنامج؟ يعني انت عايز تخرب بيتي يا عم؟ اه تخرب بيتك بس الراجل ده ما حصلوش كده. لا مش انا ماليش دعوه بالكلام ده. يا استاذ احنا ما بنخربش بيت حد. احنا عندنا مستندات ومين اللي مسيها وعندنا صور. الصوره هكتبها اقول هم مفبركينها انما قسمت الجواز هقول عليها ايه؟ حل فيه بقى احمد يا ست. انت هقول لك ايه؟ خلاص بقى انت بقول لك يا ريس سؤال. انت مش متجوز؟ استنى عيالي يعني ده تزويري يا حبيبي. يعني انت مش متجوز يا عم؟ انا قلت لك لا يا عم. يا عم انت ما تزعليش يا عم انت متجوز. طيب ما تزعليش. طيب ده تزوير. طب انت ما تزعليش. يعني هو بيقول لك دي مش فاهمه. طب ليه يا عم انت عم متجوز؟ وانت راجل مش كويس. انا مزور مش عارفه. لا استحاله استحاله. هو كداب طول عمري شايفه منك يا ابني. طول عمرك بتتاخر على البيت اتصل بيك تقول لي انا جاي في الطريق وبعدين تقفل الموبايل. كنت شغل يا حبيبي. تيجي البيت تقول لي فاصل شحن وافتح التليفون يا حبيبي الاقي البطاريه مليانه. اعمل فيك ايه؟ اعمل ايه في الكذب ده؟ بس بس اعمل ايه؟ بس خلاص خلاص هنتكلم في البيت. هنتكلم في البيت عشان خاطري. خلاص حرام عليك خربت البيت. عارف يعني ايه خربت البيت؟ عرفت يعني ايه اصلا يا عم؟ طب خلاص خلاص طب خلاص ايه؟ طب ايه؟ انا كده يا جماعه ينفع كده؟ يعني مش عارف انا هطلع عليكم بقى. طب كده مش هينفع كده. بس يا عم بس انا خلاص يا عم انا مش عايز اصور البرنامج الزفت ده. انا عايز امشي يا عم. مشوني يا جماعه مشوني لو سمحت. انا مش عايز كده ولا عايز زفت ولا مليون ولا خرس. ممكن حضرتك تقعد معانا؟ طيب اقعد اقعد لحد ما تهدى. طيب اقعد لحد ما نهدى. خلاص انا مش هعرف انا مش هكلم الليله انا مش هعرف اتكلم تاني يا عم. يا جماعه دي بتعيط بجد. يا جماعه انا بهزر ما ينفعش كده. انت مالهاش قيمه جنب اي بيت. معلش مالهاش قيمه جنب اي بيت. خلاص فين فين
في بيت لازم نحافظ عليه، في بيت لازم نحافظ عليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طب اهدي طب اهدي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حماد. معلش معلش تكون انت دلوقتي وقتي وقتي. ممكن حاضر هنخلص الدنيا خلاص. يا هتاخد الفلوس يا استاذ، هتاخد الفلوس، يديك الفلوس وخلاص. كل نقفل الحلقه على كده. استغفر ربنا. ممكن حضرتك تقعد بقى عشان نخلص نقفل الحلقه دي بعد اذنك. هاخد الفلوس هم. الحلقه سودة. خلاص استغفر ربنا. خلاص يا استاذ هتاخد الفلوس يا استاذ. خلاص هتاخد يا سيدي. هتاخد الفلوس. بقول لك ايه، قول لها انت تسيب الفلوس وخلاص. خلاص انا مش عايز حاجه. انا مش عايز حاجه. ماشي هتلاقي يا استاذ الفلوس. خلاص يا استاذ سعد هيحصل، بس اقفل لي الحلقه. خلاص هتقفل يا استاذ وهي يقول ما حصلش وخلاص استاذ، وهي تاخد الفلوس. اتفضل هنسال السؤال يا استاذ سعد. يلا يا استاذ يلا بس مندو. تمام يا ابني حرام عليك، لم البرنامج بقى. لم البرنامج بقى. ومعانا السؤال الاخير هو بقيمه 750 الف جنيه. السؤال بيقول هل مراتك كانت تتوقع ان انت تعمل فيها مقلب الزفه اتنين؟ عمل فيك مقلب يا عبيط. اسكتي بقى. لا مش هو، انت السبب. ده بيحبك والله العظيم. ثلاثة بيحبك. انا كلام هو بيحبك وعمل فيك مقلب. لو انا منه اطلعك ده انت عليك بنيه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت تصدقني انت اللي غلطان، انت اللي وقفت ما بيني. انا كنت سايب الاستوديو ده. انا كمان احترمات يعني، هو اللي كان قدامي. لا ممكن تشبه احترمات. انت عملت ايه؟ وام مصعب لغني لك حته من حته جنوه دي. انت محمد ثواني بس. انت جبتيني انا عيطت عشانك يعني. انا عشانك والله العظيم. انا كلمت حبيبي.